السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقات 60 ثانية سباحة. تهدف هذه السلسلة إلى توصيل معلومة مفيدة خلال 60 ثانية فقط نظرا لريتم الحياة السريع. هنعمل دلوقتي كل سبعة، نجهز هوب. استكمالا لحلقات الهاي بوكس تريننج، اقوم الان مع حبايبي الصغار بتأدية تمارين الهاي بوكس بالطريقة التقليدية، وهي السباحة الحرة مع انقاص عدد مرات التنفس تدريجيا اثناء السباحة. يعني بناخد نفس كل 3 كاتشات في الدورة الاولى، ثم نفس كل 5 كاتشات في الدورة الثانية، ثم 7 كاتشات، ثم 9 كاتشات، وهكذا بطريقة تصاعدية. وبعدين نبدأ في العد التنازلي، يعني 9 كاتشات وبعدين نفس، وفي الدورة التي تليها 7، ثم نفس، وبعدين 5، وهكذا إلى أن نرجع إلى 3 كاتشات كما بدأنا. وهذه هي الطريقة التنازلية.